النرويجي 30-29 وكيونغ وول الكوري جه في المركز الثالث لما فاز على ستراسبروك البولندي 33-27. اول الكرات للبارسا ساندريتش صانع العاب بادئ اورتيجا، واضح من التشكيل ده انه بادئ بافضل اللاعبين عنده في برشلونة، بادئ بكل قوته في الاول. ساندريتش افضل صانع العاب، مام جوسان باك شمال، دي كمان ساندريتش عايز يعدي يرجع مره ثانيه جوسان اشوف الكره ويحرز الهدف على شمال الحارس في الزاويه الارضيه جوسان، اول الهدف. مره ثانيه أومار كريستيان سوليفان عايز يلعب الكرة، ويا سلام لاعب رائع أومار، مهارة عالية يعدي كويس قوي أومار ماجنسون الأيسلندي 25 سنة يحرز الهدف أو الأهداف في اللقاء، ولكن بشكل عام هو لاعب مميز يرد على طول. دي كمان الباك اليمين 2-1 لصالح برشلونة، عدى كويس قوي هنا ماركو بيسياك اسلوفيني حاول يكمل معاه. تمرير خط خلفي فيليب تقاطع يسيب الكره لأومار، فيليب عايز يعدي يلعب كره حلوه قوي هارك يا ولد بيدخل من الجناح اليمين ويحرز الهدف من زاويه صعبه قوي، من زاويه صعبه قوي. دانيال بيترسون رائعه، رميه حره رائعه، يفتح نفسه كويس 2-2. تمرير مام بوسان شوت الكره قويه وتصدى الحارس في الزاويه الارضيه رائعه نيكولا بوتنار السويسري يا ولد عملها حلوه قوي، 28 سنه ارقام تشامبري الفرنسي اول مواسمه مع ماكبرغ. أومار هيغير يخرج كريستيان سوليفان ماركو بيسياك اورتيغا عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي لأومار تروح الكرة بيترسون يا صعبة قوي يا 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 عملها حلوة قوي تاني على بيترسون صعبة قوي صعبة قوي. مرة تانية جوسان مم يانيك بلاز لوكا سيندريتش جوسان ايتور ايرينو خلاص وقفت السرعة عملها حلوة قوي الجناح حلوة قوي ويحرز الهدف اثناء العاده يحرز الهدف مره ثانيه. أومار عايز يعدي يقف قدامه جوسان دي كمان هو اللي احرز الهدف اللي فات للبارسا والتعادل 3-3. بينيت فيجا المدير الفني لماكبرغ عايز يجد حل مع دي كمان ماجنسون يطلع من على الدايرة تروح مرة تانية أومار يا ولد الجبهة اليمين هي الفعالة جدا في الفرقتين بالمناسبة 4-3. مرة تانية سندريتش يتصدى له الحارس نيكولا بوتنار السويسري يشيل الكرة حلوة قوي وترد عند دانيال ويحرز الهدف دانيال بيترسون 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة فعالية 100%، ولكن السبب هو الحارس اللي تصدى للكرة كويس قوي دانيال بيترسون 23 سنة أحرز 3 أهداف من 6 تصويبات في البطولة قبل هذا اللقاء. مم ساندريتش رمية حرة رمية حرة
تمرير خط خلفي ميم عايز يلعب الكره للودي فابريجاس ياخد رميه حره ماركو بيسياكا قفل معاه كويس في الكره اللي فاتت دي كمان يلعب الكره بوسان يا ولد الحارس نيكولا بورتنار يلعب الكره كريستيان سوليفان عملها كويس قوي سوليفان النرويجا 31 سنه تروح ايتور ايرينو خلاص حفظ الحارس ده بيطلع عنده ريفليكس لعب الكره كده من الجناح ايتور ايرينو اهو في الاعاده حلوه قوي يحرز الهدف 30 سنه 11 هدف في البطوله من 14 تصويبه هذا اللاعب ايتور ايرينو هدفين لماكبيرج من الهجوم الخاطف الى الان هدف واحد للبارسا عمر يلعب الكره سياجوس بيدافع هو لودفيك فابريجاس في مركز ثلاثه على الدايره يعدي كويس قوي يا سلام على التمريره يا يدخل في الصوره يمنع الخطوره يتصدى للكره كويس قوي من ماجنوس رائعه مم طالع حلوه قوي ايتور ايرينو العرضه يجري مره ثانيه في انفراد وثاني مره يتصدى ولكن ايقاف دقيقتين ورميه جزائيه ماجنوس بيقومه مم جوسان ياخد ايقاف دقيقتين سلم الكره كويس ياخد رميه جزائيه ماجنوس هيشوط رميه جزائيه اومار ماجنسون ولا هيشوط ويحرز الهدف اومار ماجنسون 7-4 لصالح حاملي اللقب لهذه البطوله في اخر نسخه ماكبرج الالماني والمتصدر في الليغا البونس ليغا الالمانيه سيندريتش هالي لانجارو البرازيلي فابريغاس يعدي كويس قوي لانجارو يا ولد اوه ولا يغير حاله هالي لانجارو بورتنار يتصدى للكره نيكولا بورتنار 28 سنه من 2011 يلعب دوليا مع سويسرا حارس عنده ريفليكس عالي قوي احرز 14 هدف دولي من 103 مباراه دوليه لعبهم صد الاربع كرات نسبته 50% الى الان سندريتش يلعب الكره الميم لانجارو يسحب الملعب هانين لانجارو يلعب الكره يمسك الكره يا ولد حارس رائع يلعب الكره بهجوم خطف المرمى خالي ويزيد الفارق لوكاس ميرتينز الالماني 26 سنه انضم دوليا للماكينات الالمانيه للمانشافت في 2021 كانت بدايته في اخر بطوله عالم هذا اللاعب لوكاس ميرتينز سندريتش فابريغاس يطلع من على الدايره وبياخد اورتيغا الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات للبارسا نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبين Vamos a medir la ayuda y vamos a molestar un poquito, vamos a picar un poco más, vamos a picar un poco más, ¿vale? Aquí, vamos a picar un poco más para que no la reciban, porque estamos muy plano ahí y nos están superando sobre todo el GD en el 1 contra 1. En ataque ahora, queda poco para recuperar. Vamos a recuperarla y vamos a hacer Rutenka, ¿vale? Abierto, ¿vale? O sea, a Rutenka, empiezas aquí, el 2 a 3 y te abre, ¿vale? Venga, vamos. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه اورتيغا لبرشلونه 8-4 بفعاليه الى الان 89% لماكبرج برشلونه 40% الفعاليه في اللقاء الى الان تمرير خط خلفي ساندريتش
يلعب الكرة لمين؟ ساندريتش عايز يعدي فابريجاس دي كمان لوكا ساندريتش اغلى لاعب العالم لوكا ساندريتش عملها كويس قوي الكرواتي 8-5 شاط الكرة من جنب الدفاع كده بذكاء بص حضراتكم يا ولد عدى كويس قوي يلعب الكرة رائعة رائعة اغلى لاعب في العالم بعد ما اشترى برشلونة من كيلسي صفقة تقدر بحوالي 4 مليون يورو بدأ مشواره بالمناسبة كلاعب كرة قدم مش لاعب كرة يد لاعب أثر بكتير في أبطال أوروبا تمرير أومار فيليب أوه يتصدى جونزالو بيريز دي برجاس يجري من يمين عايز أعدي عايز أعدي ياخد رمية جزائية هالي لانجارو ده برجاس تصدى للكرة اللي فاتت كويس قوي بفليكس عالي رائع هالي لانجارو افضل لاعب في البرازيل رمية جزائية هيشوت أليس جوميز الاسباني يلعب الكرة أليس جوميز 25 سنة أحرز 7 أهداف من 14 تصويبة في هذه البطولة وأول أهدافه في اللقاء أليس جوميز عملها كويس على يمين بيتنر مرة ثانية تمرير خط خلفي فيليب فيب ماجنوس على الدايرة عايز يستلم الكرة ولكن لودفيك فابريجاس يقابله كويس قوي يلعب الكرة في اليمين يستلم الكرة حلوة قوي دانيال بيترسون عملها كويس دانيال بيترسون رائعة رائعة بص التمريرة من فيليب فيب لعبها له من نص الملعب كده للجناح اليمين يلعب الكرة بهدوء حلو قوي حلو قوي 9-6 لصالح حاملي اللقب ماجدبرغ تسع اهداف من 11 تصويبة ست اهداف من 12 تصويبة للبارس تروح يعني اكل حارس نيكولا بورتنار شيل الكرة كويس قوي الحارس بورتنار يلعب الكرة يعدي كويس قوي مم ويحرز الهدف دي كمان عادة كويس ست اهداف في البطولة من 10 تصويبات 25 سنة دي كمان افضل باك يمين في اخر الاولمبياد في طوكيو باليابان تمرير خط خلفي فيليب بيب اومار ماجنسون يلعب الكرة عايز يعدي دخول بقوة على جيسلي مم عايز يعدي جوسان ساندريتش جوسان يلعب الكرة لمم يعني بلاز يا ولد عملوا جملة حلوة قوي دي كمان نقلها كويس قوي لبلاز اللي بيحرز الهدف من الجناح اليمين اسلوفيني رائعة 25 سنة هذا اللاعب استلمها كويس قوي بص حضراتكم في الاعاده اهو احرز 5 اهداف من 6 تصويبات في هذه البطوله الى الان بلاز عمر تمرير 9-8 بدا البارسا يدخل في اللقاء عايزين يعملوا ريمونتادا ماجنسون يلعب الكوره ميس باص تروح يبقى الوقت المستقطع اللي خده اورتيجا اضاف بيه عمل ريمونتادا وأضاب بي وقلص الفارق من 8-4 ل 9-8 احرزوا هدف واحد بعد الوقت المستقطع إلى الآن ماجدبرغ برشلونة أحرز 4 أهداف ساندريتش صانع الألعاب لودفيك فابريجاس يطلع من على الدايرة مرة ثانية لانجارو يقطع الكورة
تتنقل اومار ماجنسون يا على السرعه يا على الاجاده عملها كويس قوي الايسلندي اومار ماجنسون 25 سنه من 2016 يلعب دوليا لايسلندا هذا اللاعب استلم الكرة هايلة 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 استلم الكرة بإيده اليمين وعدل أوضاعه بإيده الشمال مع دربلاية كده بلاز يلعب الكرة هالي لانجارو عايز يعدي دي كمان فاول مهاجم دخول بقوة على لانجارو بوتنار في الجناح دانيال اومار ماجنسون او فابريغاس يا ولد كابتن الفريق جونزالو بيريز دي فيرغاس يلعب الكره على الدايره لودفيك فابريغاس بوتنار او رميه جزائيه تصدى الحارس كويس قوي نيكولا بوتنار ولكن ياخد رميه جزائيه ادي دي كمان لعب له كره حلوه قوي على الدايره مع ماجنوس اكستروب ياخد رميه جزائيه هينزل مايك ينسن هو اللي هياخد الرميه الجزائيه ينسن علش ويحرز الهدف علش جوميز عملها كويس قوي في العاده تبان اكتر اهو خد وضعه كويس قوي مواليد 97 هذا اللاعب حصل على برونزيه طوكيو في اليابان اخر محطاته الدوليه مع الاسبان تمرير عمر يلعب الكرة فيليب بيب تروح في الجناح دانيال بيترسون لا لا النهاردة يعني بيلعب بتركيز عالي قوي مع الحارس خمس اهدافه في اللقاء من خمس تصويبات بلازا عايز يعدي جوسان يلعب الكرة لوكاسندريتش لوكاسندريتش عايز ينقل الكرة على الدائرة لكن رمي حر بيوقف الوقت الحكمين عدى كويس هنا لوكا ساندريتش بص قطع الكره ازاي خبره عاليه قوي اللاعب ده ماركو بيسياك 36 سنه هذا اللاعب اللي قدام حضراتكم اسلوفيني تاريخ كبير مع سلوفينيا ومحطاته بدات مع ماجدبرج بالمناسبه في 2013 لما جه من جوراني فيلاني السلوفيني حداشر تسعة مرة تانية مم يسحب الملعب لانجارو 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 وياخد رمية جزائية عن لانجارو افضل لاعب في البرازيل شارك هنا في مصرنا في اخر بطولة عالم وكان سبب رئيسي في التعادل مع اسبانيا عمل مباراة كان فيها في حتة تانية من المهارات والتصويب ما عرفوش يدافعوا عليه خالص هو الحارس في الوقت ده جوميز هو اللي هيشوط الكرة علش جوميز ويتصدى له الحارس نيكولا بوتنار السويسري يا بيشيل الرمية الجزائية الدولي السويسري 14 هدف دولي من 103 مباراة لعبهم هذا الحارس أول مواسمه قادم من تشامبري تصدى لسبع كرات من تسع تصويبات بنسبة 44% الفعالية في اللقاء إلى الآن ثلاث كرات ديفرجاس أومار فيليب بيب عايز يعدي يعدي كويس شوت الكرة بره ديفرجاس جوسان نزل ميلفن ريتشاردسون ابن الاسطوره اب جاكسون لاعب طبعا لم تنساه الملاعب جاكسون فرنسي مره ثانيه تمرير ميلفن هالي لانجارو ميلفن ثاني المفاتيح اللي دايما يعملها اورتيجا يلعب باثنين بيلعبوا بايديهم الشمال وبينزل ميلفن عشان ياخد اما الباك اليمين او صانع الالعاب خلي دايما هالي لانجارو او جوسان في الشمال
لانجارو لانجارو يعدي حلوة لكن تيجي في العرض يروح ماغنوس اكستروبو دي فيرغاس لقطة المباراة لا 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 غونزالو بيريز دي فيرغاس دي كمان يعدي مور وياخد رمية جزائية والسبب دي فيرغاس مواليد 91 دي فيرغاس من 2009 مع البارسا طلع عارة في الدوري الفرنسي لتولوز الفرنسي موسم 2013-2014 مالفين يلعب الكرة برا ابن الأسطورة ما يعملش خطورة مالفين ريتشاردسون شاط الكرة من فوق العرضة أمار تاني كرات من السبعة متر بتضيع من البارسا أمار عايز يعدي الأيسلندي يلعب الكرة في لفيب ترجع مرة تانية أمار تروح الكرة في الجناح حلوة قوي حلوة قوي حلوة قوي عملها كويس قوي أمار ماغنيسون لعبها منين لفين لوكاسا ماريتانز عملها كويس قوي لوكاسا ويعدي جوسان يحرز الهدف يجري مرة تانية ماكبرج 12-10 عايز يعدي أومار كريستيان سوليفان هيغير خلاص بيخرج اثنين لاعبين مميزين على فكرة يعني بيقدروا هم ينهوا كمان الهجمة كويس قوي سواء كريستيان سوليفان أو ماركو بيسياك الاثنين كويسين جدا تمرير خط خلفي عايز يعدي أومار يلعب الكرة تروح في الجناح ويتصدى دي فيرغاس دي فيرغاس لا 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 حارس عالي قوي أفضل لاعب في الفاينل فور في بطولة أبطال أوروبا في 2021 كان هذا اللاعب لودفيك فابريغاس يستلم الكرة من على الدايرة هيلة ويحرز الهدف لودفيك فابريغاس سامع كويس مرة تانية أومار يقف قدامه ثياغوس بيتروس اهو استلامها كويس قوي لودفيك فابريغاس افضل لاعب دايره في العالم هنا في مصرنا في اخر بطوله عالم لودفيك فابريغاس استلم الكره تحت ضغط دفاعي من اللاعبين الدايره اللي عارفين بيعملوا ايه كويس قوي في كورتهم لودفيك فابريغاس الموسم القادم هيلعب في كيلسي البولندي فابريغاس لازالت ما بينها وما بين فيسبريم الاتفاقات ولكن في الغالب هيذهب الى فيسبريم فابريغاس يلعب الكرة على الدايرة ماغنوس ماغنوس 13-11 عن طريق ماغنوس اكستروبا عملها كويس ميم ملبن جوسان ميم مالبر ريتشاردسون عايز حد يلعب الكره من الباك للباك انقفل عيد دفاع كويس قوي لماكبرج وتروح في انفراد لوحده خالص ويحرز الهدف عملها كويس لوكاسا ماريتانزا الالماني 16 هدف في البطوله قبل هذا اللقاء من 17 تصويبه 26 سنه هذا اللاعب لوكاس حصل معاهم على الدوري الالماني الموسم الماضي لوكاس بنت فيجر طبعا مدرب طموح جدا معاهم حصلوا على الدوري الاوروبي الموسم قبل الماضي كان هو السبب مم عايز يعدي يا الباك المهم دي كمان يعمل خداع في وسط الدفاع ويحرز الهدف ال 12 للبارسا عايز يعدي أومار 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 ويحرز الهدف عملها كويس قوي من وسط الدفاع رائعه أومار ماغنيسون رائعة 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 خمستاشر اتناشر نيلسون الدنماركي الحارس والآخر حارس كويس قوي أول مواسمه معاهم
هذا الموسم. إيمان نيلسون جوسان دي كمان عايز يعدي ياخد رمية حرة مالبري تشارسون مرة تانية لويس لاعب الدايرة دخول بقوة بذكاء في الأداء من أومار سوليمان عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة ماجنوس يستلم الكرة كويس قوي من على الدايرة هايلة ماجنوس ويحرز الهدف ماجنوس يستربه بص الحارس لا 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 مباراة عالية قوي مباراة عالية قوي للحارس ادي الكرة اللي عملها ماجنوس تصدى كويس قوي للكرة اللي فاتت الحارس نيكولا بورتنر 16-12 لصالح حاملي اللقب ماكبرج ساندريتش يلعب الكرة جوسان مرة تانية يتصدى الحارس يا عامل مباراة عمره النهاردة نيكولا بورتنر لا 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 43% التصديات لتسع كرات من 12 تصويبة مباراة عجيبة للحارس بورتنر كل فرقة شاطت 22 كرة 16 هدف ماكبرج 12 هدف البارس إلى الآن تتقطع يجري ساندريتش جوسان مالبن يعمل معاه فاول يوقف السرعة لوكاس مرة تانية بالمناسبة لوكاس ده من لاعبي الدايرة الرائعين قوي لوكاس عايز يقطع الكرة أومار جوسان يكمل في الدفاع ياخد رمية جزاء اعتقد في إيقاف دقيقتين في إيقاف دقيقتين كريستيان سوليفان كريستيان سوليفان ياخد ايقاف دقيقتين اربعة وعشرين دقيقة ثلاثة وثلاثين ثانية ماكبرج متقدم بفرق اربع اهداف ويحرز الهدف عليش جوميز الاسباني عملها كويس قوي من اللاعبين من ناشئي برشلونه بالمناسبه هذا اللاعب وحصل على بطوله العالم للشباب في 2017 في الجزائر الشقيقه وحصل على احسن جناح يمين في البطوله. بيلعب على مستوى الفريق الاول من 2009 يعني عامل شغل عالي قوي. تمرير فيليب لاعب المانشافت عملها حلوه قوي من مره واحده ويحرز الهدف بلاز سرعه امام سرعه وقوه امام قوه طبعا طلع كرة على طول على الدايره كان لسه ما نزلش يجري لاعب سريع جدا بلاز يعني بلاز سبعتاشر اربعتاشر لصالح ماكبرج عندهم نقص عددي استغلوه كويس لاعبي البارسا خلصوا بيه الفارق من 13 ل 14 بعد ما احرز ماكبرج الهدف 17 لوكاس تمرير فيليب عايز يعدي يعدي حلوه عدى كويس قوي جيسلي ثورجر الايسلندي 23 سنه هذا اللاعب عملها كويس لوكاس ساندريتش يمر الكره جوسان يا ولد يا ولد يا ولد على السرعات ثلاث اهداف من ست تصويبات جوسان في اللقاء تيموتي جوسان يحرز الهدف لعب اخر بطولة عالم واول بداية طريقه الدولي بإجادة هنا في مصرنا في ارض المحروسة في ارض النيل الجميل 75% الفعالية الهجومية لماكبر الى الان 56% ليه البارس 24 كرة كل فرقة شاطتهم
بقول لحضراتكم لاعب دايره كويس قوي، سلم الكره تحت ضغط دفاعي وياخد رميه جزائيه وايقاب دقيقتين جوسان. سلم الكره كويس قوي في الاعاده، واضح واضح جدا، ثلاثه بيدافعوا عليه. لاعب مميز لوكاس ميستر على القادم، اول مواسمه لوكاس مع ماكبرغ، قادم من مينيدن. تمنتاشر خمستاشر في الجناح ويحرز الهدف، لا زال دانيال بيترسون لا يجد معه حلول، لودي لا يجد معه حلول، ديبرغاس اهو بيترسون عمل كويس قوي. 19 15 لصالح ماكبرغ، تمرير ايتور ايرينو، ساندريتش ملبن، مرمى خالي دلوقتي الباصة علي لانجارو، علي لانجارو، علي لانجارو، يغير برشلونه حاله، لانجارو البرازيلي يخترق الدفاع كويس قوي، لسه هيرجع في المرمى ولكن قبل ما يرجع عملها كويس من الجناح الشمال لوكاسا ميترانس. يا ولد يا ولد على السرعه العاليه يا ولد، عدى كويس هنا سوليفان، لعب له الكره بالرغم ان هو يعني حاول يقطع لكن صعبه الكرات دي. 20 16 مركز ماكبرغ قوي من بدايه اللقاء في استغلال نقاط السرعه عنده. لانجارو يلعب الكرة، الحارس 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 يا السويسري، مش معقول نيكولا بورتنار إلى الآن يتصدى للكرات بمهارات عالية، الحارس بورتنار يلعب وينزل على الدايرة، تروح للحارس إيميل فابريغاس، ساندريتش هينزل دلوقتي على مسؤولية الهجوم، اتكلم معاه اورتيجا قبل ما ينزل، هنشوف بقى هيعمل ايه مع ميلفن. لانجارو عايز يعدي، لانجارو يلعب كرة حلوة قوي لإيتور ايرينو اللي بياخد رمية جزائية، دفاع من داخل 6 متر على اومار ماجنسون. هاني لانجارو عملها حلوة قوي، لعب لاريوخا الاسباني بالمناسبة اللي لعب له سند الجناح اليمين لمنتخب مصر، لعبوا مع بعض هما الاثنين. علش جوميز يلعب الكرة حلوة ويحرز، علش جوميز 20 17 باقي ثواني على نهاية الشوط الاول، التقدم لحامل اللقب الى الان، وبياخد بينت فيجارت الوقت المستقطع قبل نهاية الشوط الأول ب 11 ثانية عشان يدي التعليمات، نتابع مع بعض هيقول إيه للاعبي ماكبرغ. Und zwar folgendermaßen, bitte komplett zuhören. Ja? Also, wir gehen, wir sind mit Flippy hier, mit Gisli hier, mit Gisli in der Mitte, mit Flippy hier und mit Oma hier. Ja? Und dann gehen wir in Jugo falsch plus. Der geht hier rein und du greifst hier an. Ja? Du gehst zur Hand und du kommst zum Camper hoch. Okay. Hey, Zeit runter. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه بينت فيجارت في اخر الثواني من الشوط الاول، كان بيلعب جناح للالمان مواليد 82، يقود ماكبرغ من 2015 بالتحديد، وهو بيتكلم عايز ماجنوس لاعب الدايره ده يتحرك. يا ولد على الشبله يا ولد، يحرز الهدف يا جيسلي ثورجر،
يا ولد يا ولد، عملها حلوة قوي في الهواء، رائعة. يا في الإعادة، بص الإجادة، عملها حلوة قوي، حلوة قوي. يا 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 يا، عملها له كويس قوي. أمارة، تمريرة أيسلندية في المرمى 100%. ثورجر يحرز الهدف الأخير في الشوط الأول ليتقدم 21-17 ماجدبورغ على برشلونة. عموما هنروح إلى استراحة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني المثير والممتع. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، إلى اللقاء. من ألعاب الهواء ويزيد الفارق بالأداء لأربع أهداف لماجدبورغ. ماجدبورغ أحرز 21 هدف أمام 17 هدف للبارسا، 21 هدف من 27 تصويبة بنسبة فعالية 78%، 17 هدف من 29 تصويبة لبرشلونة في الشوط الأول بنسبة فعالية 59%، سرعتهم 67% وسرعات ماجدبورغ 78% في الشوط الأول. جيسلي ثورجر يعدي ويتصدى له المرة دي إيمال نيلسون الحارس الدنماركي اللي نزل مع نهاية الشوط الأول مكان ديبرجاس. الحارس عامل مباراة كبيرة قوي قوي في الشوط الأول. بورتنر، نيكولا بورتنر صد بنسبة فعالية 47% الشوط الأول. بورتنر تمرير خط خلفي مرة تانية عدي حلوة قوي، لكن ياخد رمية حرة. رمية حرة، ديم جارد يلعب الكرة جاسلي، رمية حرة مرة تانية. البطولة الماضية ديم جارد كان بينافس على الهداف لآخر يوم في البطولة. مرة تانية يشوط الكرة حلوة قوي، جاسلي ثورجر عملها كويس قوي. جاسلي 22-17 التقدم لماجدبورغ بفرق 5 أهداف في اللقاء إلى الآن. تمرير ساندريتش، ساندريتش ياخد رمية جزائية. لوكا ساندريتش يعدي كويس قوي في وسط الدفاع. لوكا ساندريتش أغنى لاعبي العالم، صفقة أغنى لاعبي العالم لما خدوا برشلونة من كيلسي البولندي. نازل الحارس مايك ينسن 27 سنة الدنماركي، ويلعب الكرة وتيجي في القائم. مايك ينسن يلعب الكرة قوية قوي على يمينه، يخرج وينزل مرة تانية. نيكولا بورتنار السويسري القادم من تشيمبري، تمرير خط خلفي جيسلي ينسون يلعب الكرة في العرضة. يعملوا جمل تكتيكية ودايما تقاطعات الخط الخلفي اللي بتنهيها. يلعب الكرة دي كمان الباك المهم هيبدا بقى يدخل في الصوره. وجهه نظري هو لو اتغير اداؤه يتغير اداء الفريق كله. يا جوسان ويتصدى له الان بوتنار. لا 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 لا، تصديات معاه تحتار. لا عامل مباراه كبيره قوي قوي نيكولا بورتنار. قافل المرمى تماما امام هجوم البارس، عامل اداء غير عادي. تمرير خط خلفي مرة تانية، تروح ديم جارد يرجع بالكرة. بيترسون جاسلي يعدي. يا ولد يا ولد على الايسلندي. لا لا لا، عدى حلوة قوي بمهارة فردية عالية. جاسلي يانسون يا ولد، 4 اهداف من 5 صواب بنسبة 80%. مم الباك المهم، بص بص بورتنر، بص بص بورتنر عمل ايه يا ولد. عدى حلو قوي، لاعب حركي 23 سنة، اضافة بفاعلية قوية جدا
هذا اللاعب جيستي سولجر الايسلندي، فرق 6 اهداف لحامل اللقب ماجدبرج. مرة تانية تمرير، يلعب الكرة حلوة قوي في الجناح، لامس هام باس، لامس خط الستة متر، لامس خط الستة متر، يجري مرة تانية ويقطعها هام باس على السريع السويدي. ضيع الكرة ورجع هو اللي جاب الكرة. بص بقى الارتداد من الهجوم للدفاع يبقى عامل ازاي. 5 دقايق 6 ثواني لم يحرز البارسا هدف، دقيقة 10 ثواني ماجدبرج لم يحرز هدف. مرة تانية تمرير خط خلفي، يلعب الكرة، أول الأهداف يا عمالة حلوة في الشوط الثاني بعد 4 دقايق 40 ثانية من الشوط الثاني ودقيقة من الشوط الأول. رمية حر لودفيك فابريجاس، ستار تيم في اخر بطولة عالم هنا في قاهرة المعز، عز الرجال وعزيمة الابطال في اخر بطولة عالم اللي تابعها كل العالم، خد افضل لاعب دايرة في الستار تيم هذا اللاعب بورتنارا مع مايك كينسن، حارسين لماجدبرج اورتيجا لا حلول، لازال الدفاع والهجوم مسؤول لماجدبرج، لم يجد الحلول الى الان. هدفين لماجدبرج في الشوط الثاني، هدف واحد للبارسا الى الان، 23-18، 77% فعالية هجومية ماجدبرج ل 56%، خط خلفي عايز يعدي ديمجارد، يلعب الكرة على الدايرة لماجنوس يحرز الهدف فين ما يعوز. ماجنوس ساسروب عملها كويس قوي ماجنوس، ويشوت الكرة وياخد رمية حرة وإيقاف 2 استلامها كويس ماجنوس الدنماركي 26 سنة، شارك هنا في مصرنا في آخر بطولة عالم مع الدنمارك. هذا اللاعب كريستيان سوليفان ياخد إيقاف 24-18 لصالح مكبر. تمرير خط خلفي مرة تانية، يلعب حلو قوي لودفيك فابريجاس، يستلم الكرة ويحرز الهدف فابريجاس 24-19. لاعب دايرة هايل، لاعب دايرة هايل، استلمها كويس قوي. الموسم القادم هيلعب في بوسبريم مع يحيى خالد ويحيى الدرع، ايتور ايرينو بيدافع واحد بره دلوقتي، برشلونة غير طريقة الدفاع اورتيجا عشان يبتدي يقفل على تقاطعات الخط الخلفي والتصويبات، عامله له مشكله كبيره. مم طالع لبره كمان جاسلي، ديمجارد، ديمجارد تروح في الجناح، يلعب الكره ايمال يانسن ولكن ايقاف 2 لوكاس اندريس. تيم هورنك دخل كويس، طالما لمسه وهو بيشوط الكرة ايقاف 2 على طول، في خطورة على اللاعب. ساندريتش ياخد ايقاف 2، هيشوط الكرة على الايسلندي اومار انجي ماجنسون ويحرز اومار الهدف على شمال الحارس الايسلندي، عمله كويس قوي اومار 25 سنة، يلعب دوليا لايسلندا من 2016، لعب 56 مباراة دولية، احرز 150 هدف دولي. اومار ماجنسون يلعب لماجدبرج من 2020. ماجنسون دومين ماكويتش نزل افضل موهبة شابة دلوقتي، دومين ماكويتش السلوفيني مواليد 2000، هذا اللاعب افضل موهبة شابة في اوروبا، خد المسؤولية مكان لوكا ساندريتش، يتصدى ولكن ياخد رمية حرة. مم عايز يعدي، يلعب الكرة دومين
قافلين الدفاع تماما، قافلين الدفاع تماما. نزل كريستيان سوليفان، اكتمل خلاص ماجدبرغ، نقص عددي عند البارسا، يكتمله بعد 45 ثانية. مم يا ولد على التمريرة، حلوة 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 دي كمان، يطلع من أعلى نقطة كده يلعب الكرة لوفيك فابريجاس اللي ياخد الكرة كويسة قوي ويحرز الهدف مرة تانية. تيم هورنيك، لا 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 لا، الخطوط الأمامية عاملة فعالية لماجدبرغ بنسبة 80%. تيم هورنيك عملها كويس قوي من الجناح اليمين، رائعة رائعة. الألماني 32 سنة، 13 هدف في البطولة من 16 تصويبة أو الأهداف في اللقاء. ياخد رمية جزائية، ياخد أورتيجا الوقت المستقطع عشان يدي التعليمات ويجد حلول أمام دفاع ماجدبرغ. نتابع مع بعض هيقول إيه للاعبين. Cuando haga pelota afuera, apretamos. Necesitamos hacer más duda. Tenemos que dar y luego que no, que el uno contra uno, por favor, no nos pille dentro de 9 metros o demasiado dentro de 9 metros. En 9 metros, 8.5, porque si no es que nos está superando ahí, ¿vale? Venga, tío, vamos ahí. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه اورتيجا. 52 سنه بالتحديد، انطونيو كارلوس اورتيجا مواليد 11/7/1971، كان بيلعب باك يمين بالمناسبه، لعب لمنتخب اسبانيا 144 مباراه، سجل 507 هدف دولي باسمه اورتيجا. 26-20 هوراكا، تمرير دومين ماكويتش، يلعب كرة حلوة قوي في الجناح أليش جوميز، يحرز الهدف للبارسا. 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 71% في اللقاء إلى الآن. أليش جوميز، أومار ماجنسون يلم الكرة بصعوبة، يلم الكرة بصعوبة. جيسلي ثورجر، أومار فتح لنفسه كويس قوي ولعب الكرة في الزاوية الضيقة للحارس المميز في هذا اللقاء بوتنر. تمرير خط خلفي، ديمغارد وقع في القائم، يا قوية قوي الكرة اللي فاتت تروح للحارس ايمان نيلسون. دي كمان جوسان، دوميما كويتش يلعب الكرة على الدايرة لكن ياخد رمية حرة. إيقاف دقيقتين، إيقاف دقيقتين. نزل بيوترا البولندي شوربيفسكي، هو هنا عمل ساكستروب ماجنوس، اتحرك برجله كده يقطع الكرة. جوسان، دومين، 6 دقائق كل فرقة نقصتهم في اللقاء إلى الآن. لودفيك فابريجاس يحرز الهدف من على الدايرة. لودفيك فابريجاس سينتقل لبيس بريم الموسم القادم. هذا اللاعب فابريجاس لاعب دايرة هايل، لاعب الديوك 26 سنة، 72 مباراة دولية، أحرز 531 هدف دولي من 2018، يلعب للبارسا القادم من مونبيليه. لودفيك فابريجاس حصل على بطولة أبطال أوروبا مع محمد ممدوح هاشم في 2018. أومار عايز يعدي، يلعب الكورة، قطعها كويس، ترجع مرة تانية. جاسلي، جاسلي هو ومم يقف قدامه كويس قوي. دي كمان، هل الوقت المستقطع اللي خده أورتيجا هيفيده؟ يلعب الكورة على الدايرة هايلة، ياخد رمية جزائية. لوكاس ميستر 10 اهداف في البطوله قبل هذا اللقاء، السويسري لوكاس ميستر استلمها كويس قوي. 26 سنه هذا اللاعب القادم من ماندن، استلم الكره تحت ضغط دفاع كويس قوي.
اول مواسمه. هيشوط ويحرز الهدف لاعب رائع أومار ماجنسون، 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبة 78% في اللقاء إلى الآن. الأيسلندي أومار ماجنسون، تمرير دومين، فرق 5 أهداف. عايز عادي يلعب الكرة حلوة قوي، إيتور إيرينو خبرة عالية يلعب الكرة بهدوء كده. إيتور إيرينو 29 سنة 72 مباراة دولية، أحرز خلالهم 119 هدف دولي مع الأسبان. آخر ميداليات ومحطاته الدولية البرونزية في اليابان إيتور إيرينو. مرة تانية ديمغارد جايز لي 4 خطوات يقدر يجري، يلعب الكرة لودفيك فابريجاس، يلعب الكرة عليش جوميز يا ولد يحرز الهدف زي ما هو عايز. الطاهر الاسباني عليش جوميز 6 أهداف من 8 تصويبات عملها كويس. بص هنا في الاعاده رائعه رائعه، يجري كويس قوي ويحرز الهدف جوميز. فرق 3 أهداف بدو يعملوا ريمونتادا. اخر 5 دقائق الباص احرز 5 أهداف، ماجدبرغ احرز 2 رمية حرة. تيموتي جوسان وقف قدامه كويس قوي في الكورة اللي فاتت. أومار يعدي ديمغارد يلعب الكورة إيمان نيلسون يتصدى لكن رمية حرة. شرب اللعب السلبي عايز يعدي ياخد رمية حرة. مرة ثانية أومار ديمغارد يتصدى له إيمان نيلسون. الدنماركي حارس رائع أول مواسمه مع الفرصة، لكنه حارس عنده خبرة عالية قوي القادم من نونت الفرنسي. مم يلعب الكرة أليش جوميز ريمونتادا 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 من اليمين المرة دي عند أليش جوميز. بينيت فيجارت طبعا استشعر الخطر ياخد الوقت المستقطع. بينيت فيجارت عشان ندي التعليمات نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبين. بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه بينت فيجارتس لماجدبرغ. واضح جدا ان هو عايز يقفل الدفاع قدامهم. بينت فيجر المدرب الطموح فين هيروح مع ماجدبرغ حامل اللقب، هو خد معاهم البطوله دي البطوله الاخيره. هنشوف للنادي العريق ماجدبرغ 67 سنه عمر هذا النادي اللي عايز يعدي. جاسلي ثورجر يعمل التغيير 28-25 لصالح ماجدبرغ الخطير جاسلي ثورجر 23 سنة 5 أهداف من 6 تصويبات جاسلي بنسبة 83% إلى الآن. أومم الباك المهم يلعب الكرة قوية 5 أهداف من 6 تصويبات هو الآخر بنسبة 83% بالفعلية الهجومية. دي كمان باك ديوك يعدي كويس قوي مم ويحرز الهدف. مواليد 97 ابرز لاعبي المنتخب الفرنسي بالتحديد هذا اللاعب موجود مع برشلونة من 2016 قادم من ترامبلي الفرنسي. جيسلي
يلعب الكرة تصويبة قوية إيمان نانسن الدنماركي القادم من نانت في أول مواسمه هو كان السبب في البطولة قبل الماضية لما وصلوا الفاينل فور يغير الأمور يا ولد عملها حلوة قوي من الجناح بره يا دربكة دربكة البارسا عائد وآليش جوميز يعمل فوائد الطائر الأسباني بدأ الجمهور يتفاعل في الصالة الخضراء بالدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة آخر أيام السوبر جلوب تنظيم رائع تنظيم رائع تمرير يلعب الكرة جوميز التعادل الريمونتادا حصلت الريمونتادا وصلت 28-28 لاعب من عيار ثمين أليش جوميز أفضل جناح في بطولة العالم للشباب في الجزائر الشقيقة في 2017 وحصل على أفضل جناح تمرير يعدي جاسلي بطل أوروبا بطل الدوري الأوروبي عايز يعدي أمارة هورنيك ياخذ الكرة من الجناح اشارة باللعب السلبي يلعب الكرة يا ولد يا ولد ايمان نيلسون ايمان نيلسون تغيير مفيد ديم جارد وللمرة الثانية نيلسون ايمان نيلسون يتصدى لثلاث كرات متتالية غالية نهائي السوبر جلوب نهائي بطولة العالم للأندية أبطال القارات فيها المهارات السوبر جلوب يا ولد شال كرات مؤثرة جدا 36% الفعالية في التصديات في الشوط الثاني إيمان نيلسون 8% بوتنار على الدايرة تروح يجري سوليفان يلعب الكرة تيم هورنيك الدنماركي ايمال يعمل التغيير يجد الحلول اورتيغا مع الحارس المميز في الشوط الثاني بشكل مش معقول ايمال نيلسون انفراد تام يمنع هدف هام والقناه اون تايم سبورتس السوبر كلوب يا ولد يا ولد يا ولد متعة عالية 28-28 مم فابريغاس فابريغاس ويزيد المباراة حماس بوتنار يتصدى الانفراد مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة وياخد رمية جزائية بس جم من بعيد قوي برشلونة جم من بعيد قوي يوقف الوقت الفريق الكبير لازم تلعب معاه بكل تقدير من اول ثانيه لاخر ثانيه برشلونه بطل اوروبا بطل الدوري الاسباني اكتر فرقه فازت بهذه البطوله برشلونه اومار ماجنسون نزل الحارس ويحرز الهدف اومار 8 اهداف من 11 تصويبه بنسبه فعاليه 73% تسعة وعشرين 28 لصالح ماجدبورغ خط خلفي عايز يعدي علي لانجارو هاني لانجارو البرازيلي ياخد رمية جزائية خد الدفاع كويس قوي معاه جوه البرازيلي علي لانجارو لاعب مميز جدا اهم وافضل لاعبي البرازيل بالتحديد لانجارو هامبوس هيشوط رمية جزائية
مع مايك ينسن. مباراة فردية بين الاثنين ويحرز التعادل هامبوس فاني السويدي تاني العالم هنا في ارض المحروسة تابعناه كلنا وافضل جناح في الستار تيم هذا اللاعب هامبوس يتعادل ويعمل الرومنتادا مرة تانية 29-29 مرة تانية فيلي فيب عايز يعدي يلعب الكرة ياخد رمية حرة عايز يعدي جيسلي ثورجر يلعب الكرة لماجنوس على الدايرة هايلة يزيد الفارق لماجبرج مرة تانية بفرق هدف 30-29 جم من بعيد قوي جم من بعيد قوي قوي الباس ماجنوس تاكستروب فرق هدف 59 هدف في اقل من 60 دقيقة فاول مهاجم تروح مرة تانية عايزين يقرروا الانجاز ماجبرج اخطاء تكنيكال فاول كل فرقه سبعه مره ثانيه تمرير خط خلفي نيلسون يتصدى ولكن ايقاف دقيقتين هانيل لانجارو عدى منه كويس قوي فيليب فيبرا لاعب الماكينات لاعب المانشافت عملها كويس ايقاف دقيقتين هانيل لانجارو رمية جزائية أومار إيمان نيلسون مباراة فردية هل هيصدها المرة دي بدأ يدخل اللقاء بشكل غير عادي يهوش مرة واثنين ويحرز الهدف أومار ماجنسون 9 أهداف من 12 تصويبة بنسبة فعالية 75% في اللقاء إلى الآن أومار ماجنسون 25 سنة 16 هدف في البطولة من 18 تصويبة مرة تانية تمرير فرق هدفين ماجبرج يعدي كويس قوي ياخد رمية جزائية دي كمان دفاع من داخل الستة متر بيقول له الحكم دفاع من داخل الستة متر ماركو بيسياك أستوفيني واحد وثلاثين تسعة وعشرين هامبوس هيشوط الكرة يهوش مرة والثانية ويحرز الهدف هامبوس فاني 31-30 لصالح ماجبرج خلص الفارق لهدف مرة تانية تروح في الجناح هورنيكا يزيد الفارق تيم هورنيكا عملها كويس قوي ادي الكرة في الجناح رائعة 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 يفتح لنفسه كويس قوي مع ايمان نيلسون استغلال طبعا للزيادة العددية 62 هدف في اللقاء الى الان من الفرقتين مباراة سريعة وقوية من الفرقتين جوسان يلعب الكرة لدي كمان طالعين له لبرا يقطع له ديك فابريجاسا لوكاسين دريتشا مم ياخد رمية حر رمية حرة ساندريتش جوسان يعدي يسيب الكرة لوكاسين دريتش عايز ياخد الكرة منه ياخد رمية حرة رمية حرة هنشوف الحكم بيوقف الوقت والملعب عدى كويس هنا جوسان في الكرة اللي فاتت لكن إلى الآن
التميز الكامل لماكبرغ. يمكن الشوط الثاني اختلف الشكل تماما، لان الشوط الثاني برشلونة احرزوا 13 هدف، في الشوط الاول احرزوا 17 هدف، 11 هدف في الشوط الثاني ماكبرغ. تحسن الاداء وتحسنت النتيجة. دفاع قوي قوي. ايقاف دقيقتين. اومار ماجنسون. ايقاف دقيقتين. هنشوف العادة مظبوط جدا. قرار سليم من الحكمين. اومار ماجنسون ياخد ايقاف دقيقتين، بس مفيش رمية جزائية. ليه مفيش رمية جزائية؟ لان هو واخده بره الستة متر. باقي 8 دقايق الا 6 ثواني على نهاية الشوط الثاني. تمرير. خط خلفي زيادة عددية. مم جوسان يلعب الكرة لودفيك بابريغاس يزيد المباراة حماس. يقلص الفارق الهدف مرة تانية. 6 اهداف من 7 تصويبات لودفيك بابريغاس. سلامة كويس قوي من على الدايرة. أفضل لاعب العالم على مستوى الدايرة لودفيك بابريغاس. 72 مباراة دولية أحرز خلالهم 131 هدف دولي مع الديوك من 2015 دوليا على مستوى الرجال. طالع لبره مم عايز يعدي في ليفيبرو. كاي سميث الهولندي نزل دلوقتي في الباك اليمين. كاي بيرجع بيقول له ارجع لورا مره ثانيه. حلوة قوي التيم هورنيك في اليمين وهدف سميم. هورنيك يحرز الهدف ويزيد الفارق الهدفين مرة تانية 33-31. هورنيك عملها كويس قوي. هو التمريرة ليه رائعة. 32 سنة هذا اللاعب. يلعب الكرة لودفيك فابريجاس عايز يلف لكن الاثنين بيقفلوا عليه كويس قوي. رمية حرة الاثنين قافلين سواء كريستيان سوليفان او ماجنوس ساكستروب. مم يلعب الكرة لجوسان. يلعب الكرة بلازا. مم يا ولد يا ولد ماجنوس ياخد الدبريه اللي كان عايز يبدي بيها. يلعب الكرة في الجناح يدخل تيم هورنيك. رمية جزائية. رمية جزائية. بيوقف الوقت الحكم بيقول له انا ما عملتش حاجه. هو بيقول له المفروض فاول مهاجم. قال له لا دفاع هو اللي اتحرك معاه. هينزل الحارس جونزالو بيريز دي فيرجاس الاسباني كابتن الفريق مع اومار ماجنسون. ويحرز الهدف ويزيد الفارق مرة تانية لماكبرغ. أومار 34-31. يا مباراة قوية قوي. جانيك بلاس ياخد رمية حرة. تمرير خط خلفي مم لا حلول اوه جوسان يعمل الحلول الان من الباك الشمال الفرنسي توموتي جوسان. يطلع من اعلى نقطة ويشوت الكرة قوية قوي. عملها كويس جوسان. يقلص الفارق لهدفين. تمرير عايز يعدي جاسلي. يلعب الكرة حلوة قوي. اوه رامي الجانب. شاطها كويس قوي من اعلى نقطة لكن ياخد رامي الجانب. عملوا حائط صد كويس قوي. 34-32. 66 هدف في 55 دقيقة 21 ثانية من اللقاء الى الان.
مرة تانية تمرير. عايز يعدي. يرجع بالكورة. قافلين عليهم الدفاع دلوقتي على الدايرة تروح سهلة. ايمين نيلسون يقدر يقلص الفريق دلوقتي البارسا. تشانك بلازا لاعب سريع جدا يدخل في انفراد ويحرز الهدف زي ما هو عايز. جانيك بلازا اسلوفيني لاعب سريع جدا لاعب سريع جدا يحرز الهدف بلازا. 25 سنة 85 مباراة دولية على القادم من كيسي على البولندي في 2020 كانت بدايته مع البارسا. عايز يقطع ايتور ايرينو. 8 اهداف من الهجوم الخاطف ماكبيرغ 7 اهداف برشلونة في اللقاء الى الان. جيسلي فالي فيبر يقابله. مرة تانية تقاطع الخط الخلفي. اوه ايمان لسان ايمان لسان ريفلكس عالي من الحارس الدنماركي. بلاز بلاز ياكل ياكل ياخذ رمية حر رمية حر. لا 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 مرة ثانية. اوه لودفيك فابريغاس الريمونتادا مرة ثانية بعد فرق ثلاث أهداف صيام عن التهديف وهيضيف برشلونة ثلاث أهداف متتالية عن طريق لودفيك فابريغاس. 7 أهداف من 8 تصويبات في اللقاء إلى الآن. لا 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 مباراة عالية أوي مباراة عالية أوي أوي. 34 34 مباراة من عيار ثمين لمن ستكون. تمرير جاسلي عايز يعدي ياخد رمية حرة. بدأ يلعب برشلونة دلوقتي دفاع 4-2 على 9 متر بالتحديد. لودفيك فابريغاس ايتور ايرينو يرجع مرة تانية. عايز يعدي جاسلي جوسان يعمل معاه تغطية دفاعية اشارة باللعب السلبي من الطاقم اتشيكي. عايز يعدي رمية حرة بيوقف الوقت الحكمين. الشوط الثاني برشلونة الشكل الثاني تماما. 17 هدف في الشوط الثاني ماكبيرغ 13 هدف. الشوط الاول ماكبيرغ 21 هدف و17 البارسا ويمرر الكرة على الدائرة. ايمال ايمال يشيل الكرة ويمنع الخطورة الحارس الدنماركي. لا 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 بدأ الجمهور يتفاعل في الصالة الخضراء من الأداء مع برشلونة. يجي من بعيد عايز يتعدي جوسان ايتور ايرينو. بوتنر ولا زال الحارس يتصدى للكرات باستمرار. نيكولا بورتنار يا ولد يا ولد على المباراة دي يا ولد على الأداء ده. هايلين حلوين أوي الفرقتين حلوين أوي الفرقتين. الحارسين بورتنار في الشوط الأول كان عامل مباراة عالية أوي وصل 44% نسبة التصديات. نيلسون الشوط الثاني أضاف كتير جدا بالتصديات للبارسا ولذلك إلى الآن هو التعادل 34 34 فعالية هجومية 69% برشلونة 68% ماكبيرغ إلى الآن. 34 هدف من 50 تصويبة كل فرقة متعادلين في كل شيء الآن تقريبا. طبعا هيخرج جوسان 28 دقيقة 38 ثانية من أحداث الشوط الثاني واللقاء. تمرير خط الخلفي مرة ثانية. عايز يعدي يلعب الكرة فيبر عايز يلعب الكورنيكا ترجع
في الجناح. حلوة قوي التمريرة، والمرة دي خطيرة التمريرة، خطيرة التمريرة في الشمال. لوكاس ميرتنز الألماني 26 سنة، من 2021 كانت بدايته الدولية مع المانشافت مع الماكينات، لعب 10 مباريات أحرز 22 هدف من 2017، يلعب لماكبرغ، عملها كويس قوي. التقدم مرة تانية لماكبرغ في آخر الثواني في الشوط الثاني. نص دقيقة تقريبا، هل أورتيجا هياخد؟ طبعا هو بياخد الوقت المستقطع أورتيجا عشان يدي التعليمات. نتابع مع بعض هيقول ايه للاعبي البارسا في المتبقي من اللقاء. Iba a jugar un contra uno. Yo me espero, en el último momento voy al cruce. Y después, si voy al cruce y que no he ganado nada, tú bloquea ahí el segundo. Y voy lejos. Vale, vale, bloqueo exterior. Vale, vale. ¿Ok? ¿Hacemos eso? Sí, bloqueo exterior. Dale. Cruce, no, no, mira, mira. Pero dejando por fuera el bigote. No, dos, tres. Cruce, ve aquí. Va, dos, tres. Este ataca fuerte, yo me espero. Vas uno, dos y después dos, tres. Cuando yo fluyo con Dico. Vale, ok. Bloquea aquí. Vamos a meter. Y queda muerte. Y al final, escúchame, si no sale una falta, el mute se baja. بينتهي الوقت المستقطع لبرشلونة اللي طلبه أورتيجا. نادي العريق اللي تأسس بالتحديد في 29/11 عام 1942، صالته الرأسية إلى بلوغرانا اللي بتحتضن دايما لقاءاته في أوروبا، اللي بتسع لحوالي 7500 متفرج تقريبا. 69% فاعلية ل 68% الفاعلية لماكبرغ. تمرير اخر الثواني، يلعب الكرة، يعدي مم على الدايرة، فابريغاس رمية جزائية في اخر الثواني ويوقف الوقت الحكم، بيقول له ما احسبش الهدف عشان انت لمست جوه الستة متر، بقت رمية جزائية. رمية جزائية اهو. هيشوط هامبوسا. هامبوس بوت نار، ويتعادل البارسا. يا 35 هدف سمين، وبياخد الوقت المستقطع. نتابع مع بعض هيقول ايه بقى، ده باقي ثواني. نتابع مع بعض. ينتهي الوقت المستقطع، هيهاجم طبعا دلوقتي، هيطلع على الحارس عشان عايز يعمل ايه، ويعمل زياده ممكن يوقف السرعه فتبقى فيه رميه جزائيه. هيشوط مع اخر الثواني، اتشاطت الكوره في القائم، ينتهي اللقاء بالتعادل، ولكن لم تحسم من سيكون له البطوله. لا يعني مباراه كبيره قوي ومباراه قويه جدا، هنشوف بقى هيقول ايه اورتيجا وهيقول ايه بنتفيجرتا. نتابع مع بعض. بنتفيجرت
بيطلب من اللاعبين كده عشان يبقى في تركيز معاه في جرد او البطولة زي ما بقول لحضراتكم كانت في عام 97 كانت في النمسا كانت بداية اول سوبر جلوب في النمسا لما كان تباريا الاسباني فاز بالبطولة لورد جابري كاس الكرة الاخيرة دي مهمة قوي مهمة قوي قوي لما خد بنا رمية جزائية كانت صعبة الكرة كان تباريا الاسباني فاز في البطولة بنتيجة 30-29 في اول بطولة على درامن النرويجي وجي دوسان كيونغا وولا الكوري في المركز الثالث لما فاز 33-27 على بروك البولندي في تحديد المركز الثالث والرابع بالتحديد اكتر الفرق اللي فازت بالبطولة هو برشلونة حصل عليها خمس مرات موسم 2013 و 2014 و 2017 و 2018 و 2019 والبطولة الاخيرة ما حصلوش عليها ماكبرج هو اللي حصل على البطولة الاخيرة مرة واحدة حصلوا على المركز الثاني برشلونة اكتر الدول اللي فازت فرقها بالبطولة هي اسبانيا تسع مرات الفرق الاسبانية فازت بالبطولة ومرة واحدة حصلوا على المركز الثاني ومرة حصلوا على المركز الثالث بمجموع 11 مرة ولا مرة الفرق الاسبانية خرجت برا الثلاث ميداليات سواء الذهب او الفضة او البرونز الى الان متوسط الاهداف في الفرق المشاركة في السوبر جلوب بالدمام برشلونة له 126 هدف متوسط الاهداف له في المباراة الواحدة 42 عليه 69 متوسط الاهداف اللي عليه 23 هدف كيسي البولندي 114 هدف متوسط الاهداف في المباراة 38 هدف عليه 93 هدف بمتوسط 31 هدف في المباراة ماكبرج 112 هدف له 37 هدف للمباراة الواحدة دخل مرمى 80 هدف وعليه 26 هدف للمباراة الواحدة ترجي التونسي له 105 هدف متوسط الاهداف في المباراة الواحدة 35 هدف وعليه 90 هدف متوسط المباراة في المباراة الواحدة 30 هدف بنفيكا له 99 هدف متوسط المباراة الواحدة 33 هدف وعليه 89 هدف ومتوسط المباراة الواحدة 69 هدف الخليج السعودي واللي لعب له نجوم منتخب مصر حسن وليد واحمد الاحمر وكريم هنداوي واللي عملوا مباراة قوية قوي امام بنفيكا وفازوا عليه ولعبوا على المركز الخامس والسادس مع الترجي كان لقاء اشقاء فاز بيه الترجي هنلعب الوقت الاضافي الاول لتحديد بطل هذه البطولة على السوبر جلوب هتبقى الكرة مع البارسا خمسة وتلاتين التعادل في اخر ثانية في الشوط الثاني بالرمية الجزائية اللي حصل عليها لودفيك فابريغاس لاعب الدايرة
في تمرير خط خلفي ويشوت الكرة بوتنار نزل الكرة فات دي بتاع جوسان رائعة رائعة مرة تانية يلعب الكرة يا بورتنر مش معقول مفيش هزار بيشيل الكرة من على 6 متر يلعب الكرة تروح في الجناح يقدر يحرز الهدف بارتياح عملها كويس قوي لوكاس مارتينز الألماني ترجم الكرة اللي تصدى ليها الحارس نيكولا بورتنار يا ولد يا ولد يا ولد مرة تانية على الدايرة لودفيك فابريجاس لكن ياخد رمية حرة رمية حرة بيوقف الوقت الحكمين بيتكلم لودفيك فابريجاس في الكرة اللي فاتت مع الحكم كان عايز رمية جزائية الشوط الثاني البارسا احرز 18 هدف وماجبرج 14 الشوط الاول برشلونه احرز 17 هدف ماجبرج احرز 21 هدف اول اهداف اكسترا تايم الوقت الاضافي لماجبرج عايز عادي جوسان بورتنار يتصدى الان ولكن رميه جزائيه خد الدفاع داخل الستة متر تيموتي جوسان عملها حلو قوي ياخد رمية جزائية يانسن هياخد رمية جزائية مايك يانسن عبد الماركي هيشوط هامبوس مباراة فردية ويحرز الهدف هامبوس هامبوس فاني يحرز الهدف يتعادل 36-36 مباراة عالية قوي مباراة عالية قوي كل كورة فيها غالية مباراة عالية تمرير رمية حرة اوه يا عايزين رمية جزائية جاسلي عملها حلوة قوي عملها حلوة قوي عدى كويس قوي من بيتروس تياجوسا لكن اداله رمية حرة صانع العاب مميز جدا مرة تانية تقاطع فيليب فيبر اومار ماجنسون يقدر يشوط لاعب الماكينات لو لعب له الكورة جاسلي يلعب له الكورة تروح لكن يقطع كويس قوي التور ايرينو يلعب الكره للسريع جدا يا بورتنار نيكولا بورتنار يشيل الكره كويس قوي السويسري يشيل الكره هايله هايله جانك بلازا ياخد دلوقتي مسؤوليه صانع الالعاب ودايما اورتيجا بيعمل كده لما بيحاول وعايز يخترق يعمل ده عن جانك بلاز بيشوط من بره ويخترق عنده قدره انه يلعب مركز صانع ابو الجناح مم بلاز جوسان ايرينو جانك بلاز لسه بقول لحضراتكم لاعب عنده سرعه عاليه قوي في الاختراق يعدي كويس قوي جانك بلاز عمل كده على فكره في نهائي ابطال اوروبا البطوله الماضيه ولعب بيه هو صانع العاب هينزل المتخصص للرميات الجزائيه مايك يانسن هامبوس هيشوط الكره يهوش مره واثنين ويحرز الهدف هامبوس باني يتقدم للبارسا 37-36 3 دقائق 40 ثانية يمروا من الوقت الإضافي الأول إيرينو طالع لبرا جاسلي تورجير فيليب فيبر أومار ماجنسون الباك اليمين يلعب الكرة ولكن رمية حرة رمية حرة
حكم بيوقف الوقت. 68% ل 68% الفاعلية الهجومية إلى الآن. مباراة صعبة قوي، صعبة قوي على الدايرة هايلة. هاد ماركي يستلم الكرة، حلوة قوي ماجنوس اكسروب. اوه ومن اليمين عليش جوميز يعمل سرعة عالية، يتقدم مرة تانية بكرة غالية للبارسا. الفريق هدف عايز يعدي، يلعب الكرة اومار ماجنسون باك يمين، كريستيان سوليفان هيغير التقدم للبارسا بفرق هدف. تشانيك بلاس عمل الكرة، الاثنين سرعة جدا، الاثنين اجنحة والاثنين بيلعبوا بايديهم الشمال. تمرير فالي بيبر عايز يعدي اومار، اومار اوه ياخد رمي حر باقي ثواني، يلعب له الكرة، هاتوا خدوا خدوا هاتوا الكرة بالمهارات. ينهي العبارات، الدفاع واقف ان الكرة مش هتتلعب. 38 هدف سمين بامضاء ايسلندي اهو، عملها له اومار ماجنسون رائعة، يحرز الهدف التعادل 38 38. طبعا بينيت فيجرت سعيد بالتأكيد هيغير الملعب الفرقتين. مباراة لن تنتهي إلا في آخر الثواني، إلا في آخر الثواني. مباراة صعبة جدا، مباراة صعبة جدا من الفرقتين. 38 38 متعادلين في كل شيء. الشوط الأول ماجدبورغ 21 17، الشوط الثاني برشلونة 18 14، الوقت الإضافي الأول 3 3. مباراة مش هتعدي ببساطة. 69% الفاعلية الهجومية للبارسا، 69% الفعالية الهجومية لماجدبورغ بعد كل الوقت اللي عدى. 55 كرة كل فرقة شاطتهم، احرزوا 38 هدف كل فرقة. مباراة قوية قوي، مباراة قوية قوي. هيلعب البداية للوقت الاضافي الثاني ماجدبورغ. تمرير ايتور ايرينو طالع لبره لغايه 12 متر تقريبا، تتقطع الكوره وتروح تشانيك بلازا بيترو سياغوسا السرعه. اوه بص شوفوا نيكولا بورتنر السويدي حارس غير عادي، يعمل النجمة وياخد النجمة ويشيل الكرة ويمنع الخطورة. بورتنر لا لا لا، مباراة ما فيهاش هزار. السوبر كلوب عايز عادي، اومار ماجنسون يحرز الهدف. بص هنا بقى يكلل المجهود اومار ماجنسون للحارس بورتنر مم. جانيك بلاس جوسان ايرينو خط الخلفي، ومار ماجنسون لاعب رائع على الايسلندي، لاعب رائع تروح في الجناح وتضيع الكورة. بيقول له امسك الملعب بينيت فيجر، تقول له ما تجريش. طبعا طبعا دي هدية، الكرة دية في الثانية دية من اتور ايرينو، حب يلعب الكرة من فوق دماغه. ادي الجمهور المتواجد في الصالة الخضراء بالدمام بالمملكة العربية السعودية من ماجدبورغ. طبعا كرة هدية هدية. عمر يقدر يزيد الفرق دلوقتي لماجدبورغ، رجعوا من بعيد قوي برشلونة. عايز يعدي يشوط الكرة، ايمان نيلسون يتصدى للكرة تروح شانيك بلاز في الجناح، جوميز رمية حرة. تشانيك بلاس يلعب الكرة قوية، يتعادل تشانيك بلاس يا ولد. 39 39 عملة رائعة رائعة. أسلوفيني 25 سنة على القادم من كيل سي في 2020 كانت البداية ليه، 85 مباراة دولية من 2016 مع سلوفينيا، 294 هدف دولي لهذا اللاعب.
يعدي كويس قوي على الايسلندي جاسلي ياخد رميه جزائيه بحلول فرديه من الدفاعات المره دي جاسلي ثورجر 23 سنه الايسلندي يعدي كويس قوي يعدي كويس قوي بص حضراتكم في الاعاده هو اللي عمل إجادة عليه لعب لوحده مع الدفاع رمية جزائية أمار على المتخصص رميات الجزائية إيمال نلسن مباراة فردية إيمال ولكن المتميز جدا ب 12 هدف في اللقاء إلى الآن بنسبة 71% من 17 تصويبة أمار ماجنيسون يحرز الهدف كوسان يتصدى له بورتنار الآن 40-39 79 هدف في اللقاء إلى الآن مباراة غير عادية بالإثارة معنية من الباك المهم رمية حرة يقابله كويس قوي ماجنوسا ستروب باقي دقيقة وثواني على نهاية الوقت الإضافي الثاني خمس دقايق كل شوط طبعا حضراتكم عارفين ما بينهم بيبقى فيه دقيقة راحة تشانيك بلاس جوسان عايز يعدي لوفيك فابريجاس واخد رمية جزائية لاعب غير عادي لاعب الدايرة لوفيك فابريجاس يستلم الكرة كويس قوي من على الدايرة وياخد رمية جزائية رائعة بطل العالم في 2017 وبطل عالم للناشئين في 2015 هذا اللاعب حصل على بطولة أبطال أوروبا مع مونبيليه وبعديها انضم لبرشلونة في 2018 لما كان بيلعب معاه محمد ممدوح هاشم لاعب الدايرة لمنتخب مصر يهوش اوه في الاخير بورتنر الحارس الخطير بسبب اللون بالذكاء بالاداء الفعاليه للرميه الجزائيه في المباراه الفرديه بورتنر يتصدى المره دي لمين لافضل جناح في العالم في الستار تيم في اخر بطوله يشيل الكوره بطريقه حلوه مش معقوله نيكولا بورتنر مرة تانية يعدي فيبر يقف قدامه جوسان ياخد رمية حرة تمرير رمية حرة مرة تانية رمية حرة بياخد هنا بقى ذكاء ذكاء من اللاعب بياخد وقته في الهجمة مرة تانية عايز يعدي جاسلي يعدي اوه الحلول يحرز الهدف في اخر الثواني ب 20 ثانية دبل دريبل يكرر الانجاز بامتياز والسبب الحارس بورتنار يكرر الانجاز ماجدبرج للمرة الثانية ينتهي اللقاء ياه مباراة مش ممكن بيشيل الرمية الجزائية بورتنار وبالتالي مباراة ما فيهاش هزار ماجدبرج بطل السوبر جلوب للمرة الثانية على التوالي كلاكيت تاني مرة ما بين البارسا وما بين ماجدبرج يفوز ماجدبرج الالماني على برشلونة الاسباني ويحصل على البطولة للمرة الثانية ياه مباراة كبيرة قوي مباراة كبيرة قوي 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 41-39 الحارس السمين نيكولا بورتنار السويسري 28 سنة خبرة يحرس المرمى سويسرا من 2011 إلى الآن
103 مباراة دولية على القادم من الشامبري، عمل مباراة عالية جدا. كتير وقالوا انه الاهتزاز في حراسة المرمى لماكبرد ممكن يضيع منهم البطولة، ولكن الحارس لعب مباراة حلوة بطريقة مش معقولة. نيكولا بورتنر ماكبرج على المركز الأول، وبرشلونة على المركز الثاني، والسبب بورتنر خلى ماكبرج لا يعاني. الصالة الخضراء بالدمام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة اللي بتحتضن هذه البطولة